أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد من فيديوهات شرح مادة اللغة الفرنسية. وفي الفيديو ده هنناقش مع بعض قواعد الدرس الثالث من الوحدة الثانية، وفيها هندرس الأعداد الكبيرة والكميات المحددة والغير محددة وصيغة المقارنة وصيغة الاستفهام والفعل vouloir يعني يريد. نبدأ بسرعة مع بعض. أول حاجة هندرسها مع بعض هي الأعداد الكبيرة. لو ما كنتش ذاكرت الأعداد الصغيرة اللي هي من 0 لحد 100، فممكن إنك تشوف الفيديوهات اللي الروابط بتاعتها موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. الفيديوهات دي أنا عملتها لسنة أولى علشان يذكروا فيها الأرقام من 0 لحد 100، فأنت ممكن تراجعها منها. ونبدأ دلوقتي الأعداد الكبيرة. أول عدد كبير معانا هو العدد 100. 100 يعني 100. طيب 200 يعني 200. طب 300 300. طيب 400 400. 500 500. 600 600. 700 600. 800 800. 900 900. كلمة 1000 يعني 1000. 1000. طيب كلمة 2000 يعني 2000. طيب 3000 3000 وهكذا. ملاحظات على الأرقام الكبيرة: العدد 100 يضاف له اس لو جاء قبله عدد آخر. فمثلا أقول 200 يعني 200. هنا كلمة 100 جاء قبلها العدد 2، فأنا يجوز لي أن أنا أكتب حرف الإس لكلمة 100 يعني أجمعها، فأقول 200. الملحوظة الثانية: لو جاء عدد بعد الرقم 100 يحذف منه حرف الإس، فأقول 202 يعني 202. هنا تم حذف حرف الإس. الملحوظة اللي بعد كده: العدد 1000 عدد ثابت لا يضاف له إس عند الجمع. الملحوظة اللي بعد كده: العدد 1000 يمكن أن يكتب بالطريقة دي، وكمان يمكن أن يكتب بالطريقة دي. وده بالنسبة للأعداد، وهتظهر قدامك على الشاشة تدريبات على الأعداد الكبيرة. حل التدريبات دي في تعليقات أسفل الفيديو وأنا أصححها فورا. اضغط على زر الإيقاف وحل التدريبات وارجع لي فورا. أهلا بكم مرة تانية، ودلوقتي هنتعلم مع بعض الكميات المحددة والغير محددة. يعني إيه؟ يعني إزاي تعبر عن شيء غير محدد، يعني إزاي تعبر عن جزء منه، كمية منه، سواء إذا كانت الكمية دي كبيرة أو صغيرة. يعني بالعربي إزاي تقول كثير من وقليل من. عندنا حاجة في اللغة الفرنسية اسمها الظروف الكمية. الظروف الكمية هي اللي بتعبر عن الكميات، سواء كانت كميات كبيرة أو كميات صغيرة. فمثلا تقول peu يعني قليل، بوكو يعني كثير، ترو يعني أكثر من اللازم، أسي إلى حد ما، موا أقل، بلو يعني أكثر. والظروف الكمية دي تأتي بعد الفعل مباشرة. فمثلا أقول il boit peu. il boit peu يعني هو يشرب قليلا. طب لو قلت كثيرا il boit beaucoup هو يشرب كثيرا. طيب ملحوظة على الظروف الكمية: يمكن أن نضيف de على الظروف الكمية، فنقول peu de، beaucoup de، trop de، moins de،
plus de, assez de, autant de. ويأتي بعد كلمة de الشيء اللي أنا عايز أقول كمية منه. فمثلا أقول il boit un peu d'eau. Il boit un peu d'eau. يعني هو يشرب قليل من الماء. هنا كلمة de تأتي بمعنى من، قليل من، كثير من، أكثر من، أقل من، وهكذا. وخلي بالك معايا إن حرف الجر de اللي إحنا بنتكلم عنه ده لا يتم إدغامه ولا يتم جمعه، بمعنى إنه يفضل ثابت زي ما هو، يا إما يجي بشكل de أو دي أبوستخاف، حتى لو اللي بعده، لو الشيء اللي بعده جمع تفضل de ثابتة زي ما هي. فمثلا أقول il mange beaucoup de salade. il mange beaucoup de salade. اوعى تغلط وتقول il mange beaucoup de la salade، عشان سلاد انا باخد جزء منها، كميه منها، فاخد اداه التجزئه بتاعتها اللي هي de la. لا، المره دي لا. ليه؟ لانها داخله مع الظرف الكمي beaucoup، فاقول beaucoup de salade. كلمة دو المرة دي لا تتغير، ثابتة. وممكن أقول برضو il a beaucoup d'amis. il a beaucoup d'amis. هو عنده كثير من الأصدقاء. المرة دي كلمة أصدقاء جمع، ولكن حرف الجر اللي قبلها هو دي أبوستخاف. في طلبة ممكن تتلخبط وتقول كلمة دي اللي هي دي اس، ولكن لا، المرة دي هنختار دي أبوستخاف. ليه؟ لأنها داخلة مع الظرف الكمي بوكو. أما الكميات المحددة فيمكن التعبير عنها عن طريق استخدام الأعداد. فمثلا أقول أن كافي. أن كافي قهوة واحدة، قهوة. أو دو كرواسون. دو كرواسون، اتنين كرواسون. وممكن أقول تخوا ليفغ. تخوا ليفغ، تلات كتب. دي كميات محددة، محددة بأعداد معينة. مش بقول كثير من الكتب، ولا قليل من الكرواسون، ولا أكثر من، ولا أقل من. لا، دي كميات محددة ومعروفة بالعدد. مثال: je voudrais un café. je voudrais un café، يعني اريد قهوه. ما ينفعش تقول je voudrais un peu de café، قليل من القهوه، لا، ولا beaucoup de café، كثير من القهوه، لا. انما القهوه حددها بعدد معين اللي هو un. ويمكن التعبير عن الكميات المحدده عن طريق استخدام العبوات. فمثلا تقول une bouteille de. une bouteille de، يعني زجاجة من. ممكن تقول une boîte de. une boîte de، علبة من. وبرضو ممكن تقول un paquet de. un paquet de، يعني باكو من. ناخد مثال: je voudrais une bouteille d'huile. je voudrais une bouteille d'huile، يعني اريد زجاجة زيت. je voudrais une bouteille d'huile. ودلوقتي هندرس مع بعض وحدات القياس. وحدات القياس على فكرة سهلة جدا. اول وحدة قياس هي وحدة الكيلو، والكيلو بالفرنساوي يعني كيلو، نفس النطق تقريبا. الكيلو يساوي 1000 جرام. الكيلو يساوي 1000 جرام. طيب خد بالك، احنا دلوقتي بدأنا من الأكبر للأصغر. أول وحدة قياس هي الكيلو، هو 1000 جرام. ويرمز للكيلو بالرمز ك، أو بالحرف ك. وحدة القياس الثانية هي إكتو. إكتو.
وهي تساوي 100 جرام. يبقى الكيلو يساوي 1000 جرام، الاكتو يساوي 100 جرام، ويرمز له بالرمز اش. وحدة القياس الثانية هي ديكا، ديكا، وهي تساوي 10 جرام، ويرمز لها بالرمز دا، دي أ. يبقى أول وحدة قياس هي الكيلو 1000 جرام، وحدة القياس الثانية هي الإكتو تساوي 100 جرام، وحدة القياس الثالثة هي ديكا وتساوي 10 جرام. وحدة القياس اللي بعد كده هي دي سي، وحدة اسمها دي سي، وهي تساوي 1/10 جرام، يعني عشر، ويرمز لها بالرمز دي. أما وحدة القياس اللي بعد كده هي سنتي، وهي تساوي 1/100 جرام، 1/100 جرام، ويرمز لها بالرمز سي. أما وحدة القياس اللي بعد كده هي الملي، والملي يساوي 1/1000 جرام، 1/1000 جرام، ويرمز لها بالرمز ام. خد بالك ان الكيلو يستخدم، الكيلو يستخدم لقياس المسافة والوزن والمساحة، واللتر يستخدم لقياس الحجم، اما الجرام يستخدم لقياس الوزن. وهتظهر قدامك على الشاشة تدريبات دلوقتي على الظروف الكمية وعلى وحدات القياس. حل التدريبات دي في تعليقات اسفل الفيديو وانا اصححها فورا. اضغط على زر الايقاف وحل التدريبات وارجع لي فورا. اهلا بكم مرة تانية، ودلوقتي هنتعلم مع بعض كيفية الطلب بأدب عن طريق استخدام الفعل vouloir، يعني يريد. فمثلا تقول je voudrais، je voudrais. كلمة voudrais هي الفعل vouloir. je voudrais يعني أنا أود أو أنا أريد بصيغة الأدب، وتقول بعدها اسم الشيء اللي أنت عاوزه أو الفعل اللي أنت عايز تعمله. فمثلا تقول je voudrais des pommes، je voudrais des pommes يعني أريد تفاح. je voudrais des pommes s'il vous plaît، je voudrais des pommes s'il vous plaît يعني أريد تفاح لو سمحت. وممكن تقول je voudrais visiter Paris، c'est possible؟ je voudrais visiter Paris، c'est possible يعني أريد زيارة باريس، هل هذا ممكن؟ كلمة c'est possible يعني هل هذا ممكن؟ زي بالضبط كلمة s'il vous plaît، c'est possible تعطيك معنى لو سمحت. وبرضو هتظهر قدامك على شاشة تدريبات دلوقتي على استخدام الفعل vouloir للطلب بأدب. حل برضو تدريبات في التعليقات اللي أسفل الفيديو، وانا هراجع كل الحلول اللي هتكتبها فورا. اضغط على زر الايقاف وارجع لي فورا. ودلوقتي هنتعلم مع بعض صيغة المقارنة بين شيئين. صيغة المقارنة، عندنا ثلاث كلمات مهمين في صيغة المقارنة، لو فهمتهم يبقى انت فهمت المقارنة. الكلمة الاولى هي اكثر من، الكلمة الثانية مساوي ل، الكلمة الثالثة أقل من. أكثر من يعني plus زائد صفة زائد que. مساوي ل يعني aussi زائد صفة زائد que. أقل من يعني moins زائد صفة زائد que. ناخد مثال على كل حاجة منهم. مثال le train est plus rapide que le bus. Le train est plus rapide que le bus. يعني القطار يكون أكثر سرعة من الباص. القطار أكثر سرعة من. ودي الصيغة الأولى. أما الصيغة الثانية فهي مساوي ل، يعني aussi صفة que. ناخد مثال عليها. المثال بيقول la voiture est aussi rapide que le bus.
La voiture est aussi rapide que le bus. يعني السيارة تكون مساوية للباص في السرعة. الترجمة تبقى كده، مساوية للباص في السرعة. المثال الثالث موا صفة كو. تعال نشوف المثال بتاعها. Le train est moins rapide que l'avion. Le train est moins rapide que l'avion. يعني القطار يكون أقل سرعة من الطائرة. أقل سرعة من الطائرة. ملحوظة: يمكن أن نستخدم الظروف الكمية للمقارنة بدلا من الصفة. يمكن أن نستخدم الظروف الكمية للمقارنة بدلا من الصفة. الظروف الكمية اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده ينفع ان احنا نستخدمها للمقارنة. فمثلا نقول ألي مارش بلو فيت كموا. ألي مارش بلو فيت كموا، يعني علي يمشي بسرعة أكثر مني. هنا كلمة بلو هي ظرف من الظروف الكمية. طيب لو كنا عايزين نقارن من حيث الأسماء، اللي فات أو الجزئية اللي فاتت كنا بنقارن من حيث الصفات. لو عايزين نقارن من حيث الأسماء هنعمل إضافات بسيطة جدا. كلمة بلو هنزود معاها كلمة دو، هتبقى بلو دو اسم ك. بلو دو اسم ك. ناخد مثال: سامي أ بلو دو ليفغ ك جمال. سامي أ بلو دو ليفغ ك جمال، يعني سامي عنده كتب أكثر من جمال. إيه اللي حصل المرة دي؟ أنا ما قارنتش صفة ما بين سامي وجمال، أنا قارنت أسماء أو قارنت الاسم اللي هو كلمة كتب. فاستخدمت الصيغة دي بلو دو اسم ك. طيب بمعنى أكثر من، لو كان الاسم اللي بتكلم عنه مساوي ل، هنختار كلمة جديدة اسمها autant de اسم ك. autant de اسم ك، يعني مساوي ل أو مثل. ناخد مثال: مجدي a autant de livres que جمال. مجدي a autant de livres que جمال، يعني مجدي عنده كتب مثل جمال. دي الصيغة بتاعت المساواة autant de اسم ك. طيب لو أقل من، هنستخدم الصيغة moins de اسم ك. moins de اسم ك. ناخد مثال: جمال a moins de livres que سامي. جمال a moins de livres que سامي، يعني جمال عنده كتب أقل من سامي. افتكروا ان احنا دلوقتي بنقارن أسماء. طيب لو هنقارن أفعال، لو هنقارن الأفعال فهنستخدم صيغة جديدة، هي الفعل زائد بلو ك. الفعل زائد بلو ك، يعني أكثر من. تعال ناخد مثال: لوكا مانج بلو كموا. لوكا مانج بلو كموا، يعني لوكا يأكل أكثر مني. إيه اللي حصل المرة دي؟ كلمة بلو ك زائد الفعل، والفعل جه في البداية. والصيغة دي هي لمقارنة الأفعال، اللي هو المرة دي في المثال فعل مانجي يعني يأكل. الفعل زائد أوتون ك. الفعل زائد أوتون ك، يعني مساوي ليه، يعني الشخصين بيعملوا الفعل بنفس الشكل. فمثلا أقول ليو مانج أوتون ك لوكا. ليو مانج أوتون ك لوكا، يعني ليو يأكل بشكل متساوي مع لوكا، أو يأكل مثل لوكا.
يبقى الصيغة هي الفعل ثم أوتون كو. الصيغة الثالثة هي الفعل زائد موان كو، طبعا دي معناها أقل من. تعال ناخد مثال: ليو مونج موان كو لوكا. ليو مونج موان كو لوكا، يعني ليو يأكل أقل من لوكا. إيه اللي حصل هنا؟ الصيغة هي الفعل اللي هو مونج المرة دي في المثال، الفعل زائد موان كو أقل من. وهتظهر قدامك على الشاشة دلوقتي تدريبات على صيغة المقارنة، حل التدريبات في تعليقات أسفل الفيديو. اضغط على زر الإيقاف عشان تحل التدريبات، وأنا منتظرك بعد الحل مباشرة. أهلا بكم مرة تانية، ودلوقتي هناخد حاجة اسمها الاستفهام الكلي. الاستفهام الكلي نفهم من كده ان في حاجة تاني اسمها الاستفهام الجزئي، ودي الجزئية اللي هنشرحها بعد كده، بس دلوقتي خلينا في الاستفهام الكلي. الاستفهام الكلي يعني يعطيك معنى هل، يعطيك معنى هل. وكلمة هل في اللغة الفرنسية تأتي في ثلاثة أشكال. أول شكل هو الاستفهام بالنبرة الصوتية. الاستفهام بالنبرة الصوتية، فمثلا أقول باللغة العربية: أديت واجبك، تناولت الغداء، لعبت الكرة. هو أنا هنا بسألك، وإنت عرفت إني أنا بسألك من غير ما أقول كلمة هل، ولكن إنت عرفت إني بسألك من خلال النبرة الصوتية، وطبعا إنت لما تجاوب هتقول لي نعم أو لا. طيب ناخد مثال في اللغة الفرنسية، مثلا أقول: tu veux du thé، يعني عايز بعض الشاي. هنا أنا عرفت إنه سؤال عن طريق النبرة الصوتية، وكمان فيه علامة استفهام في النهاية، فالإجابة بتكون يا إما نعم يا إما لا. فأقول: oui je veux du thé، نعم أريد بعض الشاي، أو non je ne veux pas de thé، يعني لا أريد شاي. الطريقة الثانية في السؤال هي بتقديم الفعل على الفاعل. خد بالك من السؤال اللي قلناه دلوقتي اللي هو tu veux du thé، أنت تريد الشاي. اللي جه في الأول هو الفاعل، وبعدين اللي جه بعده هو الفعل. الطريقة الثانية إن إحنا بنبدلهم مع بعض، بنحط الفعل في الأول وبعدين الفاعل، اسمها تقديم الفعل على الفاعل. فأقول: veux-tu du thé، يعني تريد أنت بعض الشاي؟ والإجابة هي هي، إما وي أو نو. أما الطريقة الثالثة وهي باستخدام كلمة اسك، وكلمة اسك يعني هل. فأقول: est-ce que tu veux du thé، يعني هل أنت تريد بعض الشاي؟ خد بالك هنا إن كلمة اسك بترتب السؤال، يعني بترجع الفاعل في الأول وبعدين بتحط بعده الفعل. est-ce que tu veux du thé، نفس الإجابة، إما هتقول oui je veux du thé أو no je ne veux pas du thé. نستخدم هذه الطريقة أو نستخدم طريقة الاستفهام هذه لو لقينا إن الإجابة فيها كلمة oui أو كلمات أخرى زي اوكي، بيان سور يعني بالتأكيد، أو داكور يعني حسنا أو موافق. يبقى اوكي أو بيان سور أو داكور، لو شفت هذه الكلمات في الإجابة تفهم على طول إن السؤال يحتمل معنى كلمة هل، يعني تسأل بطريقة من طرق الاستفهام اللي شرحناها من شوية. وطبعا الإجابة ممكن تكون نو، ومش نو لوحدها، في كلمات تانية تنفع بدل كلمة نو، هي ديزولي اعتذر، با دو تو اطلاقا، جامي ابدا. الكلمات دي كمان لو شفتها في الإجابة تعرف إن السؤال هو سؤال بمعنى هل. طيب لو كانت الإجابة ولا فيها كلمة وي ولا فيها كلمة نو ولا الكلمات اللي ذكرناها، فيها كلمة جديدة اسمها سي،
لو كانت الإجابة فيها سي تفهم على طول إن السؤال سؤال منفي، سؤال استفهام ولكن منفي، يعني فيه كلمة ن و با. فأقول tu ne veux pas de thé، يعني لا تريد بعض الشاي، أنت مش عايز شاي، السؤال هنا منفي. وخد بالك إني استخدمت de مش du لأن ده نفي. طيب لو الإجابة هي أيوة أنت عايز شاي، فمش هتقول وي، ما ينفعش تقول وي على سؤال منفي، أمال تقول إيه؟ تقول كلمة سي يعني بلا، فتقول سي je veux du thé، أيوة أنا أريد الشاي، أو بلا أنا أريد الشاي. طب لو نو عادي جدا هتقول نو je ne veux pas du thé. ملحوظة، لاحظ وضع شرطة صغيرة ما بين الفعل والفاعل في حالة الاستفهام. لما بقدم الفعل على الفاعل بحط شرطة صغيرة بينهم هما الاثنين علشان أعرف القارئ إن الوضع الصحيح مش ده، الوضع الصحيح هو الفاعل وبعدين الفعل، ولكن أنا بكتب الشرطة دي علشان أعرف القارئ إن أنا عكستهم. تمام؟ تمام. الملحوظة الثانية، لو كان السؤال يحتوي على ضمير وفعل والفعل ينتهي بحرف متحرك والضمير يبدأ بحرف متحرك، نضع بينهما حرف تي، نضع بينهما حرف تي. طب ليه؟ ده لسلامة النطق ولعدم التقاء حرفين متحركين. ناخد مثال، هقول المثال مرة بالطريقة الصحيحة ومرة بطريقة خاطئة. هقول في الأول مانجتيل دو جاتو، مانجتيل دو جاتو يعني يأكل هو جاتو، يعني هو بيأكل جاتو، دي الطريقة الصحيحة. طب لو الطريقة الخاطئة هتبقى ازاي؟ مانجيل دو جاتو، مانجيل دو جاتو، هذه طريقة خاطئة لأن كلمة مانج بتنتهي بحرف متحرك وكلمة إيل بتبدأ بحرف متحرك، فعلشان ما نخليش فيه حرفين متحركين جنب بعض حطينا حرف إضافي لسلامة النطق عشان يظبط النطق. دكا؟ طيب الملحوظة اللي بعد كده بيقولك لو كان السؤال فيه اسم شخص، لو كان السؤال الفاعل فيه هو اسم، نعمل ايه؟ بنعوض عن هذا الاسم بضمير مناسب يأتي بعد الفعل مباشرة. تمام؟ طيب هنوضح بمثال، لو قلت طامير فتل دو جاتو، طامير فتل دو جاتو، ما ينفعش، يعني هو معنى السؤال والدتك بتصنع او بتعمل الجاتو، ما ينفعش هنا ان انا اقول ta mère fait du gâteau. القاعده بتقول لك او الملحوظه بتقول لك لا، لو كان في اسم اللي هو زي كلمه mère مثلا الام، تعوض عن هذا الاسم بضمير فاعل مناسب، وهذا الضمير ياتي بعد الفعل. وافتكر كويس، لو كان الفعل ينتهي بحرف متحرك والضمير اللي انت لسه هتعمله بيبدأ بحرف متحرك، فتضع بين الاتنين حرف تي وتحطه ما بين شرطتين. ملحوظة كمان، لو كان السؤال بتقديم الفعل على الفاعل وفي نفس الوقت هو سؤال منفي، أضع الفعل والفاعل بين جزئي النفي ن و با. نقول كمان مرة، لو كان السؤال بتقديم الفعل على الفاعل وفي نفس الوقت هو منفي، فأنا بحط الفعل والفاعل بين جزئي النفي ن و با. ناخد مثال، ne veux-tu pas de thé، ne veux-tu pas de thé يعني ألا تريد الشاي. خد بالك هنا إن الفعل والفاعل اتحطوا هما الاثنين بين ne و با، واستخدمنا de بدلا من du لأن سؤال منفي.
وده بالنسبة للاستفهام الكلي. نيجي دلوقتي للاستفهام الجزئي. الاستفهام الجزئي هو ببساطة يعني استخدام أداة استفهام معينة، استخدام أداة استفهام معينة زي كلمة ما، ماذا، أين، متى وهكذا.